عبد السلام ابو الهيجه بيقولوا لي ابو اسامه فاتوا علي الساعه 5 الصبح، حطوا لغم على باب الباب وحطوا لغم من هون وفجروا الدار كلها زي ما انت شايفه. شو شايفه انت شايفه زي ما انت شايفه. طلعت الحمد لله، طلعت بالبلوزه وبالبنطلون عمي والحمد لله رب العالمين. كم عدد افراد؟ 5 احنا عمي عايشين بهي الدار. قبل اسبوع فاتوا عندي هدوا لي الصور عشان يربطوا قناصه عند عمتي فبنيته، هاي ثاني مره تقريبا. اللي صار حركوا لي الدار تبعي وهجروا لي الدار تفجير. هذا اللي صار عمي، شغلة انتقام من غزة وشغلة انتقام لمواقفنا السياسية، لأنه هاي فاتورة عمي كل شريف بده يدفعها، واللي بيدفعش يعتبر إنه خارج من الصف الوطني. شو رسالتكم اليوم من مخيم جنين؟ أنا رسالتي لمخيم جنين توقف الحرب على غزة، لأنه أشلاء قاعدة تنقتل غاد. قاعد بتصير حرب بادية ضد شعبنا في غزة، والشعب كله بتفرج، حتى بالضفة الغربية بتفرجوا. إذا سقطت غزة لا سمح الله